صباح الخير البنات. اليوم باش ندير معاكم طرق الزيتون مرقد اللي كان الزيتون ديالنا حنايا ديال سميتو ديالنا العربيه ديالنا اللي كان رقدو حنايا. باش تشوفوا معايا الطريقه الناس اللي صيفطوا ليا في الكومنت باش ندير معاهم الزيتون مرقد. نتمنى يعجبكم ونساب معاكم الطريقه الاولى ومن بعد ملي غيحلى نساب معاكم الطريقه الثانيه. دابا باش غنوريكم كيف غترقدوه في الدار وبقى لكم مده طويله. ولا بغيتو تاكلوه بالزربه السميتو اللي غديروا لي يعني الطريقه اللي غديروا. تابعوا معايا المراحل ويكون يكون خير. اليوم جيتكم بالزيتون اللي طلبتوا ليا باش ندير معاكم كيف كنرقدوه هنايا. عندنا الزيتون الاخضر وعندنا الزيتون الاحمر وعندنا الزيتون الكحلي اللي هو تشوفوا عندنا اكثر. باش نوريكم الطريقه اللي كنديروا الزيتون الاخضر والطريقه اللي كنديروا الزيتون هذا الاحمر وحتى هو الكحلي. وباش تشوفوا معايا دابا كل طريقه وكيف كنديروها وسهلة وباش تبغوا تحتفظوا عليه غنبداو بالخضر هو الاول. نبداو بالخضر تنفسخ تنضربوا بحال هكا باش كيتفسخ كنضربوا بحال هكا هكا تنفسخوا. انا جا فسخت هذه القرعه هذه باش نوريكم وباش تقولي علاش كيف كتفسخي باش نوريكم كيف كنفسخوا. كنشدو كنضربوا هنايا ندير سيف وباش نبرشوها وحده بوحده ديرو سميكة باش مبقاش يلعب ليا ونفرشو مديروش بحالي تلبسو الطبلة ديال الجاج نفرشو كامل ديرو هكا راه كيبان بلا مفرشخ ما نهرسش الطبلة الدجاج ونهرس كلشي ومرتي تفرشا خير انا نتعرفش باش تفرشقو بحال هكا ونعمرو سميتو ديالنا بلا ما بلا والو. الزيتون تيكون جا مغسول البنات جا مغسول كنكبو فيه الماء بغيتوه بالزربة كتبدلوا ليه الماء كل 3 ايام 4 ايام تبدلوا ليه الماء الا بغيتوا الا بغيتوا تاكلوه بالزربه وبغيتوا تخليوه مده شحال كتسدوا عليه في هذا الماء ديالو الاول حتى تبغيو تاكلوه عاد تبقاو تبدلوا ليه الماء وديروا ليه الملح الحامض اللي بغيتو. انا نوريكم الطريقه ديال الترقاد ومن بعد عاد نشوفوا الطريقه الاخرى ديال سميتو هذا الخضر. باش تشوفوا معايا الطريقه ديال الخضر هاد الكحل الاحمر هذا كنديرو ليه هكا كنفسخو كما كنديرو ليه شحال هادي كتكدي ليه الوليده شدو تنديرو ليه هكا حتى هو بحال الخضر غير هذاك تيتفسق تنديرو بيه الفلاح ولا داكشي حتى هو تنديرو ليه الماء هانتوما تنقطعو غير هكا تنفلحو بزيت زوار بالموس يعني دابا ولاو عندنا المسائل شحال هادي كنديرو زيت زوار دابا مبقاش بنادم تيبغي يخدم تنديرو ليه الماء في نفس الوقت نعمرو بالماء مزيان حتى هو نفس الطريقة منين تنبغيو غنسد عليه دابا غنديرو هنا هذا الماء المهم باش لا الطريقه ديال اللي هي ديال الكحل اللي هو هذا غندير معكم الطريقه ديالو غندير هذا هو الطريقه اللي عنده الحكاك بحال هكا ومن بعد نوريكم الطريقه التقليديه اللي كنا كنديرو شحال هذه ديال التقليديه كنرميو الزيتون ديالنا حتى يكون مغسول وتنديروه يتقطع مزيان كانت الشمس كديروه في الشمس حنا عندنا كان البرد
نقول لكم شش من البرد كاين دابا، كنلوحو بحال هكا شويه وكنديروا الملحه والغلا. كانت تدخل في المغرب راه كتكون ديك شويه ماشي غليظه غليظه. نزيد بزاف شويه هنا اللي كيديروا بحال هكا كيديروا في الفران. الى بقى ليا الوقت راه غندير لكم ديال الفران حتى هو، حيت ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. نزيد شويه الملح هنا، هذا ديال الملح اللي كيكون الملح اللي تنديروا به تنديروا في الكامل تنديروا مع الدار الحاره. من بعد غندير معكم الطريقات الاخرين. دابا ندير معكم الطريقه ديال الترقال، وباش نجيو دابا لهذا خلينا باش نجيو دابا حيت هذا خاصو نوريكم مزيان الطريقه. هذا الخضر المهم تنسدو عليهم، بغيتوه يبقى لكم مده طويله ما تحلوش عليه، خليوه في الماء الاول ديالو. بغيتو تاكلوه بالزربه راه كما كتبدلوا عليه. من بعد راه الواحد كيرق تيدير لي الترقيده كما بغى. من بعد انا غنحل عليهم كاملين باش نوريكم الترقيده كيف تنرقدو حنايا. اللي كانوا كيديروا شحال هادي جدودنا ملي ما كانش عندهم لا قراعي لا والو. عندنا هاد الخنشه، هادي الخنشه اللي كان تيكونوا بحال هكا مسدودين، وباش كنديروا فيها الزيتون بالملحه. هي واحد القضيه باش نقولها لكم، يعني خاصكم ديروها حيت هو من بعد ما غادي يبدا يطلق الملحه مع الزيتون بدا يطلق الكحوليه، خاصكم ديروا له شي زيت وديروا في شي بحال هادو بحال هادي وتحطوه فيها مره مره كبوا داك البان اللي تيبقى يطلق، حيت الملحه والزيتون تيطلق الماء. تنسدو عليه مزيان وتنخليه تيحلى غير مع نحب ديك النتيه كيتعصر كتحط عليه بحال شي حجره ولا شي حاجه ثقيله، بحال ديك النتيه كتحطي عليه حجره ثقيله هو تيمشي منو داك الماء وتيبدا يحلى بالملح. هذه الطريقه القديمه اللي كانوا كيديروا جدودنا. دابا باش غنديروا الزيتون ديالنا، نرميو شي شويه زيت وغنديروا الملح. مره كان طريقه واحده اخرى عاوتاني، مره بغيتو ديروا ليه هكا كتسدو عليه وتخليه وتيطلق الماء ديالو. كاينه طريقه واحده اخرى عاوتاني، كتشديه كترمي ليه كل 3 ايام 4 ايام تجيبي الملحه والماء، تشليه بالماء وتلوحي الملحه بحال كتغسليه تيحلى عاوتاني. هما طرق بزاف، غير هي مثلا باش ديري قطع الطرق كاملين يعني الناس راه انا درت الكحل بزاف حيت غنديرو في الخنشة، حيت الكحل تياكلو هدية بزاف ياكلو في الصباح وداكشي تياكلو. منقولش ليكم كي تياكلو، المهم غنبقى حتى غنكمل هاد الكمية هادي الملح ديالي. نتوما راه تذوقوا مع الوقت تذوقوا وتشوفوا كيف داير، وتبقى على الطريقه هانتوما البنات باش نسدو عليها سلينا الملحه. نسدو عليه مزيان
الخشب بحال هكا. الناس اللي عندهم كثرة والناس اللي عندهم سطاي يديروها في القرعه بحال هكا. غنشدو وغندير واحد الزيف ولا شي حاجه اللي عندكم ما عندكم ما تستعملوها، وغديرها هنا لتحت وغتشدوها تحطوها هنا وغدو عليه بحال هكا. كانت عندكم شحال دخل كان عندكم حجره تبارك الله، ما كانتش كوب عندكم حجره بحالي انا ما عنديش الحجر، غندير القاع ديال المناضه ولا القاع ديال شي حاجه الماء ولا شي حاجه نحطها فوق منها، سينو بحال اللي كيتكون خاصو يتكون بريس ولا ديروا شي حاجه ديال اللي عندكم ثقيله في الدار ما كتستعملوهاش بحال شي حاجه حجره ولا شي طرف ديال شي سميتو ديال الخشبه ديروا تحت منها باش تقلع. نتمنى اليوم يعجبكم اليوم الفيديو، وما تنساوش ديروا لايك تابعونا في القناه داخل المغرب وخارج المغرب وكاع الناس اللي كيتابعونا ولا شافوا هذا الفيديو هذا، ما ينساوش يديروا لايك وكتبوا كومنت كما كان كومنت زوين ولا خايب، المهم غير يكتبوا واحد الكومنت باش حنا تنعرفوا بان راه عجبكم القناه ما تعجبكمش الحوايج اللي كيعجبوكم فيها. حنا تنديروا معكم نشارككم التقاليد ديال هنايا ديال الطاليان والتقاليد ديال المغرب ديالنا ما نساوهمش بالطبع. المهم ما تنساوش وشكرا سلامه.